هذا الحديث حديث الحنش بن الحارث عن أبيه قال: كان الرجل منا تنتج فرسه، تنتج فرسه يعني تلد الفرس، والفرس ما هي؟ أنثى الحصان، الحصان هو الذكر والفرس هي الأنثى. قال تنتج يعني كان الرجل منا تنتج يعني تلد فرسه فينحرها، ويقول أنا أعيش حتى أركب هذا، يعني ينحر هذا الذي ولد، يقول متى يعني هل ممكن أعيش حتى أركب هذا فينحره. فجاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم المحدث رضي الله عنه قال: أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، فإن في الأمر تنفسا. ولذلك أمر عمر رضي الله عنه بإصلاح المال وبالعناية بمثل هذا. فقضية أنك الآن تقول والله أنا ممكن ما أعيش حتى أبني هذا البيت مثلا، تقول بعض الناس يقول طيب ليش أبني بيت، خليني أعيش مستأجر، مع عنده القدرة على بناء البيت، عنده القدرة على بناء البيت. هناك أمر آخر يغفل عنه الإنسان، وهو أن الشريعة أمرت بإصلاح المال، وهذا البيت سيسكنه غيرك وتؤجر عليه، يسكنه أولادك وأحفادك من بعدهم وتؤجر على هذا. كذلك بقية الأشياء، لو أن كل إنسان قال أنا لن أفعل شيء لأني ما أعيش حتى أدرك هذا الشيء، أصلاً ما وصلت إليك هذه الخيرات، ما وصل إليك هذه الخيرات، ما وصل إليك البيت ولا السيارة ولا الراتب التقاعدي الذي خلفه والدك، ولا وصل كذا وكذا وكذا. لذلك الإنسان لابد أن يكون واعياً، وهذه الأشياء يؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها أجراً عظيماً. فعمر رضي الله عنه أمر بإصلاح المال، من كان عنده بستان أو مزرعة يصلحه، ولا يقول والله أنا ما بقي في العمر شيء. من كان عنده بهائم أو أنعام يصلحها ويعتني بها، ولا يقول والله أنا هل أعيش حتى أدرك مثلا كذا وكذا. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الذي كان على ظهره على ثوبه من الخلف ثلاث رقع، ثوبه مرقع رضي الله عنه، ولكن يأمر الناس بأن يصلحوا أموالهم.